زاهية بلدنا جنة برزخ معجزة ملتغاهم وأحلى مجرم في وطننا أصالة والكرم الشجاعة وناس قلوب طفيد محنة يسود يسود من السودان ونفخر بلدنا تعمر بشعوبها بشيوخة وبشبابها والمحبة في قلوبها بنحشق السودان وطننا يلاك نعمره طوبة طوبة يا سلام يا سلام كل القبائل ويا حنان قول عوافي ويا سلام عزة بلدنا الكلام لو يبقى كافي كان قلمنا النيل مداد وبيه سطرنا الغوافي وكان قلمنا النيل مداد وبيه سطرنا الغوافي شكرا جزيلا جيش الابيض الله اكبر انا بمسي عليكم كلكم فردي فرد وحقيقه انا ما عايز اتكلم كثير عايز اقول نقاط معينه وزي ما ذكر الاستاذ قبيل انه عندنا مشكله بتاع التوعيه يعني معظم الناس موجوده داخل الميدان وفي حاجات بتحصل هم بعيدين منها غايه البعد يعني طيب نمرة واحد اول حاجه المعلومه ان احنا عايزين نوصلها كان بالنسبه للكيزان كان بالنسبه للجهاز كان بالنسبه لاي نظام فاسد سابق انه بنقول لهم نحن اجينا ليه الحمد لله حققناه ولسه مطالبنا كلها محققة ان شاء الله ان احنا ما واقفين ان احنا موجودين وقول لهم اذا انتوا عثمانيين في البلد تاني والله نحن صابنا الى يوم الدين والله صابنا الى يوم الدين بس نوقف مشاغلنا ونوقف حياتنا اليوميه كل من اجل حريتنا وتغييرنا نحن كلنا الموجودين قدامي الان ديل نحن قمنا في الجيل في الجيل الراكب راس زي ما قال ونحن مما قمنا لا شفنا هنا لا شفنا سروره لقينا النظام الفاسد السابق هو ممتلكنا من فوق لتحت لكن الحمد لله قدرنا عملنا اللي عايزين نعمله وانا والله بحيي اي ساير واي كنداكة موجود في الميدان حقيقة النقطة المهمة والأهم امبارح انا اتكلمت فيها بس ما بصورة اطول طيب يا اخواننا اي زول من الناس اللي واقفين في الميدان اداك اي حبه ايا كان نوع اللون بتاعه ما تبلعها الا بوصف الطبيب حاول ارجع لاي عياده من العيادات الموجوده في الميدان اقول له يا دكتور دي حبه شنو لانه قبل كم يوم جنب العياده البحريه وجنب العياده جنب الجويه نحن قابضين كميه بتاع الحبوب جدا جدا الحمد لله تحصلنا عليهم وسكناهم وطردناهم وسلمناهم للجيش نحن عايزين الناس تتوعى انه في حبوب الواحد لو اخذها يوميا من غير ما نذكر اسمها شنو لو اخذها يوميا تاني ما حيقدر يقعد في الميدان ولا لحظه لانه بيكون مدمن والميدان ما فيه حاجه اسمها ادمان يقول لازم يطلع لبرا عشان ياخذ الحاجه اللي اخذها في الميدان. طيب الحاجه الثانيه انه الكيزان السفهاء موجودين في نصنا. نحن لازم نوعى الحاجه دي يا اخوان. يعني زي ما ذكرتها انه الليلة بنجي نحن ثلاثة أنفار في نصنا كوز نحن ما عارفينه بنقول واحد من السوار بيجي لنا أخواننا رح كم نهتف بنهتف بكورك بينا بجوط بينا خلال خمسة دقائق عشرة دقائق بيقول لنا أخو الله يبطلنا نمشي نرجع ننوم هو جاب لنا الكسل يعني ما نحن الكلام ده ظهر وين؟
نحن في خلال اسبوع واحد سقطنا اثنين. وده السوداني، دول السودانيين وش يسقطوا اثنين؟ يسقطوا مليار، لانه نحن شباب اليوم. طيب مطالبنا وحاجاتنا اللي عايزينها كلها من الحكومة الانتقالية الآن، ليه ما ظهر منا ولا واحد لغاية الآن؟ لأنه السفهاء الموجودين في نصنا الكيزان حاملنا إنه نحتفل الهد في الزمان اللي إحنا كنا نجيبه، كان في الأسبوع الأول، حاملنا إنه نقول نحن سوار الليل واللي في الساعة 3 والساعة 4. يعني أنا متأكد الآن الميليشيا الشايفة دي كلها لما تيجي الساعة 3 بتلقى أفراد بالحساب لافين، الناس نايمة في التروتوار. إحنا ما جينا لنوم يا إخواننا، ولا جينا لراحة. إحنا لو عايزين الراحة نرجع البيت. إحنا جينا كلنا عشان عندنا هدف واحد، ده مستقبلنا، مستقبلي ومستقبلكم ومستقبل أخوتكم. إحنا الجيل الموجود الآن لازم كلنا نكون قبضة رجل الوحدة ونرجع زي ما كنا في الأسبوع الأول محمسين للثورة، والثورة كانت واقفة على حيلة. ما كذب عليكم، الآن موجود خمول ظاهر في الثورة الآن. الناس بقت تنوم، الناس بقت ما بتراجع، الحاصل شنو بالليل؟ تمام؟ دورة. الحاجة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها اليوم، حضرت الأستاذ محمد ناجي الأصم وهو بيتكلم عن قوى الحرية والتغيير، فقال كلام جميل جدا ووصل رسالة لكل العشمانين من النظام السابق في البلد دي. قال لهم والله العظيم ما لم نشيل مطالبنا وما لم الحكومة كلها تبقى مدنية، نحن إلى يوم يبعثون نحن موجودين. حقيقة يعني أنا استمتعت بالحوار بتاعه جدا، وهو ده نوع ده يا أخواننا اللي عايزين يمثلنا في القنوات الفضائية وفي إعلامنا السوداني وفي إعلامنا الخارجي العالمي. أنا ما عايز أتكلم براي ولا عايزك أنت تتكلم براك، عايزين نتكلم كلنا بلسان واحد وبرأي واحد والتكاتف. التكاتف مع بعض هو اللي بينجحنا، زي ما نجحنا في الأسبوع الأول هو اللي بينجحنا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. طيب الميدان من الساعة 4 صباحا لغاية الساعة 1 ظهرا هو خالي تماما، يعني بتنظر كده بتلقاه فاضي، فيه ناس بالحساب قاعدين جوا المخيم. طيب وين الناس اللي كانوا موجودين في الأسبوع الأول؟ سؤال يفرض نفسه، الناس مشت وين؟ أول حاجة أي زول جوا الميدان أنا بحييه لأنه مبطل عمله ومبطل حياته اليومية عشان الثورة، عشان مستقبله يستمر ومستقبله يكون زاهر. نحن لازم نوصل رسالة يا أخواننا بأنه لازم الحشد اللي كان موجود يرجع كما هو عشان ننال المراد اللي احنا جينا له أصلا. ولو ما نلنا المراد، لو فضلنا نفرين صاب بدنا وزور راجع ما في، صابنا سقطت ما سقطت صابنا. وأصله قول لهم رسالتنا دي تصلكم جوا بيوتكم وجوا مكاتبكم، ما لم ننال المراد ان احنا جينا له ما في زور راجع. والكلام ده انا بقوله بالنيابة عنكم كلكم، زور راجع ما في، زي ما مشينا قدام نرمي قدام ورا مؤمن. القرارات والبيانات البايخة اللي بيطلعوها تحت التروس
إزالة التروس وغيره وفتح السكة حديد وفتح الكباري. يا أخوانا الاعتصام عبارة عن شنو؟ عن تكفيل أصلاً الاعتصام. نحن لو فتحنا السير بتاع الكبري وفتحنا السكة حديد معناه مشينا السير وصورتنا فاشلة. قول لهم مطارسنا هل كانت موجودة نحن زدناها وحنزيدها أكثر. وأي كبري بيتعلق بالقيادة اتقفل ما لم الحاجات نجينا في محلنا. ونحن ما شاحد انهم ده حقنا. نحن ما في زول شاحد لزول في البلد دي. زي ما انت عندك نصيب اخوك عنده نصيب. والوطن يسعى الجميع. والله يا اخواننا وطننا زيه ما في العالم كله. واسع وجميل وناس اطيب ناس واحنا ناس. ودي شهادة عالمية. لكن الاستغلال اللي كان زايد علينا من التافهين ديل هو اللي خلى الناس نفوسها كلها تتغيرت. الحمد لله السودانيين اثبتوا وجودهم انه كما هم في الاحتصام دي جوه. يعني الولد اخو البنات والبنت اخت الاولاد. ودي حاجه نحن اثبتنا بها انه الجيل الموجود الان ده احسن من الاجيال السابقه كلها. طيب في نقطة أخيرة أنا ما عايز أطيل في الحديث لأنه عندنا محاضرة بتاعت إسعافات أولية هتكون الآن إن شاء الله. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إنه الناس يا إخواننا تحاول توعي نفسها مش زول وعية. أي حاجة جات مستوردة من الأكل الناس تحاول تتزوغها اول قبل ما تدخلها بطنها. والزول جاب الاكل يذوق الاكل قبل ما هو نحن ناكله. والحمد لله انا بحيي اخواني في المتارس هم قايمين لنا بذات الموضوع. والحاجه الثانيه ذكرتها قبيل انه ما في زول يبلع اي حبه الا بوصف الطبيب. ايا كان نوعها. ايا كان نوع ان شاء الله حبه بنادول. ما معروف حبه البنادول جواها فيش. وعادي ممكن الواحد يتسمم بحبه بنادول مدته منتهيه. لانه لما قالوا الصيدله والسموم الدواء ده كله عباره عن سم. الاكسبير بتاعه انتهى فترته الزمنيه انتهت بسم يموت من غير اي تاخير. الناس تحاول تتوعى اي حبوب من غير وصف الطبيب ما تبلعه. اي اكل جاي من برا لازم الناس تراجعه اول حتى تاكله. تمام. الحاجه الثالثه حتى المويه الناس ما تشرب اي مويه. لانه نحن قبل يومين قابضين زول جايب قزازه مويه زي دي وفيها مخدر. جابه من وين ومصدره وين الله يعلم. فيا اخواننا اتفضل. طيب السلام عليكم شباب. لا يا جماعة قبلي 5 يوم وانا انضربت يوم 6 ابريل هنا في كراعين كنت مبتغر عند ناس الجهاز. جو واحد ماشي كده انا ضارب له حبة هو بتاع المسكن دي ضارب له. اظن لا انا افتكرته صور زي كده وده طلع شاب قال لك يا اخي ممكن تديني المويه دي. قال لي بكل جراء وضعف. قال لي يا اخي اتفضل. بعد شوية انا لاحظت له ظل شايل له حاجة ولا شنو ولا ده بقى شنو يطلع دار خارية من جيبه ولا ده. انا بدون ما انا بس اتلفت كده بس دخلت هدي في جيبه لقيته بتعامل والموية. مشينا حتى هناك في واحد دكتور قال له الدكتور ده عرف الموية دي فيها مخدر. انا كان دار اشربها داير ابلع بها الحبه. عشان كده يا جماعه يعني ايه دول اداك مويه ولا اداك حاجه ولا اداك ده انت ما تشيلها منه نهايه ما تشيلها منه. شكرا.
تحية لك والله لأنك تكبدت المشاق بالنسبة للاحتغال. وكلنا يا أخواننا ما احتغلوا شم البنبان وانضرب سيطان، والحمد لله النقطة دي نحن فاديناها بقوتنا وبعزيمتنا. أنا ما عايز أطيل في الحديث، وأفتكر إنه النقاط كده واضحة، المعلومة وصلت. ويا ريت يا ريت أي زول اللي عنده وجع راس ساكت، يا ريت لو يصلنا نحن في العيادة موجودين، ونحن قاعدين من يوم 6 عشان حمايتكم أنتم، ما عشان حمايتنا نحن. ونحن والله مستعدين زي ما صابنا من يوم 6 لغاية الآن، مستعدين نصبها من الآن لغاية الضحية، ما عندنا أي مشكلة. وأنا والله بحيي الأطباء لأنه حقيقة وقفوا وقفة حقيقية. فدكتور محمد حيجيكم الآن وعنده محاضرة عن الإسعافات الأولية، وإن شاء الله حيكون المحاضرة يوميا عشان الناس تطلع من هنا مش ثورجية بس، تطلع ثورجية وأطباء وتطلع كله مكتمل إن شاء الله. أشكركم كثير الشكر. ونحن سوار الليل موجودين يا اخواننا، هذول الناس الحلوين ما شاء الله. جاهزين؟ ثورة الليل كلها جاهزين؟ سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شباب بندعو كل اصحاب المبادرات زي الاطباء هنا، ده حيقدموا دوره بتاع اسعافات اوليه لزياده الوعي، زي ما هم بيمسكوا المنبر بتاع الباحثين السودانيين ويحاولوا ينشروا رساله الوعي، الوعي الصحي. اي صاحب مبادره، اي صاحب مبادره يا اخواننا عنده حاجه يقدر يقدمها، المنبر ده منبر قومي، منبر مبادره الباحثين السودانيين، يجي يقدمها هنا. ده فدي دعوة عامة لكل الناس لاستغلال المنصة القومية بتاعت مؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين عشان ينسوا رسالة الوعي. احنا الشعار بتاعنا حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. بعدين سقطت ما سقطت، اهم حاجة الراكزين انه الناس يا اخواننا تتكلم مع بعض، دي فرصة كويسة لنا عشان نعرف عن بعض أكثر. زمان كنا نسعى بقضية دارفور، قضية جنوب كردفان، قضية السدود. حاليا كل الناس الموجودين وممثلين هنا. فدي فرصة لنا عشان نتعارف مع بعض. التعارف ده بيدينا فرصة إننا نحب بعض، نحترم بعض، ونأسس لدولة مدنية فيها المحبة هي الأساس بتاعنا. تمام؟ دولة بتاع القانون. فالآن إخوانا الأطباء يقدموا الدورة بتاع الإسعافات الأولية. تفضل يا دكتور. نحيي الأطباء يا اخوانا، الجيش الأبيض ده كان في الخط الأول يعني. ده عيان والله كان تعبان، ما تعالجت إلا في الغيابة. الحمد لله. تحية الأطباء يا اخوانا. السلام عليكم. السلام عليكم، مع الدكتور محمد عيد. أنا من عيادة سوار العباسية هنا، إن شاء الله حقدم لكم محاضرة في الفيرست إيد. وشكرا لكم يا اخوانا في الأول وفي الآخر. هنبدا. اول حاجة يا اخواننا المحاضرة هنديها هنا، ويوميا هتكون من الساعة 8 ل 8 ونص. والمحاضرات اللي بتلقوها هنا وبتغيكم يا اخواننا، انتوا تمشوا تخشوا مراكز برضو بتاعة الاسعافات الاولية المتخصصة بها، لكن دي لحاجتنا الضرورية، الحاجات اللي بتحصل هنا في القيادة او لاي حالة تقابل انسان في اي وقت ممكن انه ينقذ له حياة انسان يعني لحد ما يصل الاسعاف عشان البروجيكتور عيل ورا. اول حاجة انت مغطيه، حاجات مهمة شديد لازم كل زول يكون عارفها. اي حالة قدام لقيتها الانسانية اول حاجة اخواننا، لقى زول في حالة مرضية او في حالة حادث ما يتجاهله، يقيف ويحاول يساعده او يحاول يتصل ويهتم به، دي اهم حاجة. واحترام كرامة الانسان اول حاجة دي يا اخواننا، دي القائم عليها مبدأ الانسانية والمبدأ الطبي عامة. فبنبدأ اول حاجة المحاضرة بتاعتنا هتتقسم، اليوم ده هنتكلم عن فحص المكان، عن فحص المصاب.
هنفحص المكان وهنفحص المصاب. فحص المكان هيختصروا ليكم بكلمة سطر. كلمة سطب اختصار لكلمات كلها هتعرفوها السعيدة. الاس الاولى بترمز لستوب. ستوب يعني لقيت حادث قدامك لازم تقيف، ما تفوت تخيل، لازم اول حاجة. كلمة الاي الانفايرومنت. انفايرومنت ما قصدنا بها يا اخواننا الطبيعه والشجر الاخضر، لا، دي مكان او بيئه الحادث، لازم دي حاجه اوليه ننتبه لها شديد، لانه ممكن يكون مكان الحادث عربيه ضربت عمود، اوكي، وانت جاي تحاول تنقذ المريض ده، العمود ده دايرقه، دي لازم اول حاجه بنسميها الهليكوبتر فيوجن، لازم الزول يكون المكان تعايل له وتدوه نظرة عامة قبل ما في شنو انك تنقذ المريض، ما بسبب ان انقاذك للمريض كمان تقوم شنو تفقد حياتك، دي حاجة مهمة جدا جدا. هنا التي جرالين اختصار للترافيك. الترافيك بي دايما للحوادث المرورية. اسمه شنو الجمعية الامريكية في عام 2018 عملت النسبة بتاعت الوفيات الحصل من الحوادث، ما هي كلها من الحوادث حد ذاتها، بالعكس هم ناس دايرين ينقذوا الناس، لكن في اثناء انه دايرين زيل او داير يفتح الباب بتجي عربيه ثانيه بتخبطه وبيموت. ده السبب بتاع انه الترافيك حاجه مهمه شديد. عندنا اليو النون هازارد. النون هازارد دي اسمه شنو المخاطر الغير مرئيه. مثلا في مكان الحادث او الموقع ممكن يكون في سلك كهرباء والمصاب في حته فيها مويه، ممكن يكون ده موقع معروف المويه والكهرباء موصل جيد، يعني انك بتجي تحاول تنقذ المصاب ده تقوم تضرب الكهرباء، دي حاجه برضو مهمه شديد. عندنا البي ودي اهم حاجه البروتكشن. البروتكشن المعني بها انك تحمي بها نفسك. تحمي بها نفسك كيف؟ لازم اي زول يا اخواننا يكون متحرك في اي مكان لازم يكون عنده جوز بتاع جلوفز. الجلوفز هم جوز الجوانتيات اللي هم الاثنين دين لاتكس، ما مقصود بها الجلوفزات بتاعت المطابخ والمطاعم، ديل ما بروتكشن فول، لكن ديل هم لازم يكون في جيب المحفظه بتاعكم، في عربيتكم، في جيبكم، في اي وقت ماشيين يكون عندكم دي لان دي حاجه مهمه شديد، لانه ممكن انت المصاب الدار تجي تعمل له عمليه انغاز ممكن يكون مصاب بامراض معديه، مثلا زي الاتش اي في، الهيباتيتس، فيروس سي، فيروس بي، دي كلها امراض معديه. الامراض المعديه دي بتنتقل عن طريق السوائل او الدم السائل او الحاجات دي، عشان كده حاجه مهمه شديد انه يكون عندك جوز الجلوفز ديل، وانا هسه حوريكم الطريقه اللي بتستعملوا بها، لانه حتى وانت لابس جوز الجلوفز ممكن بعد ما تجي تنتهيت من عملك ودار تجي تمرقهم ممكن العدوى تجيك من الجلوفز ذاته في حد ذاته. دي الطريقة العادية بتاعت لبس الجلوفز أو الجوانت. دي الطريقة الصحيحة بتاعت لبس الجلوفز والجوانت. دي أهم بوينت قبل ما تجي تعمل إنغاز لأي زول لازم تكون لابس جوز الجلوفز ده. طيب انا مرتب ما عندي جلوفز، ما عندي اي حاجه، في الحاله دي حيستعمل شنو؟ ممكن استعمل لي كيس
في الشارع لكن بشرط انه يكون مقفل تماما اللي هي الاكياس بتاع المتوفرة التقيلة دي يعني. دي برضو حتكون بالنسبة لكم حماية ما تخافوا انه في ناس ممكن يقولوا لي دي ملوسة حتلوس الاسم شنو المصاب او كده ما مشكلة اخواننا المصاب جرح ملوس اصلا بس المستشفى هناك في يعني حاجات بعملها له بمحاليل وسوليوشن وكده الامور بتتعالي اهم شيء انك بس تنقذ المصاب ده وما تتجاهل اوكي الطريقة بتاعت خلع الجوانتي بعد ما تنتهي من اداء مهامك بعلي فوق الجوانتي القفز الاول بيدك دي من الطرف هنا اوكي بصوره بسيطه تقلب يدك لجوا كده مر ده انت هنا منه القفز الثاني تدخل يدك تدخل اصبعك للفرقه دي كده برضو بنفس الصوره الاولى قلبناها كده الموضوع انت في السيف صايد كده الموضوع انتهى بالنسبه كده فحص المكان انت هنا منه هنجي لفحص المصاب فحص المصاب هيختصره برضو بكلمات بسيطة AVBU أيوب هل شوية موية وندي أيوب ما حيث مسيح لو قلق المبنى مصطلح AVBU ده بيختص بشنو فحص المصاب فحص المصاب ايه اللولة دي alert بمعنى يغمس ده غالبا يعني الزول اللي بيقدر يتجاوب معاك اثناء الحادث لا بهناك واقع اتكلمت معاه كيفك عمرك اسمك ده باعتبار زول يغمس ده بنعمل له نشوف حالته المعينة في المحاضرة الثانية بوريكم لها إن شاء الله عندنا الحالة الثانية V ما مشكلة عندنا الـ V Verbal Verbal Stimulus وده التنبيه اللفظي التنبيه اللفظي ده يعني زول تقول له يا كنداكا يا سوريجي حتى يلتفت عليك بكون هو بين حالة الوعي وحالة الإغماء يعني اللي تنده يا حاج يعني بصوت عالي شوية كده حتى شنو انتبه معك وبرضو ده في المحاضرات التانية هتعرفوها جايين للبي بينفول ستيمولس ده التنبيه المؤلم ده يعني زول إلا تقرصه أو تحركه بيده أو تضربه ده حتين انتبه معاك آخر حاجة ده هو البهمنا طبعا اليو اليو ده ان ريسبونسيفنس ده الما مستجيب وده اهم حال عندنا في الحاله دي لقيناها حننتقل طوال الاجراء طوالي نمشي هنعمل له شنو نعمل فحص للسيركليشن الدورة الدموية او النبض ودي الاجراءات الاولية هنعملها له مشينا لقينا ما في نبض واول شيء في ناس كثيرين مقياس النبض ما بعرفوش عليه ايوه
في ناس كثيرين بيفتكروا مقياس النبض من اليد. طبعا دي حاجة خطأ شديد. ممكن محل الإصابة يكون في يد الزول، وممكن يكون في حالة كراشز أو في حالة صدمة ما تقدر في حالة الصدمة. قرب المايك. في حالة الصدمة بديهيا إنه الدورة الدموية عامة بتقل، لكن أقرب مكان عشان نتأكد من التشيك اب بتاع النبض هنا في الرقبة. هنا في شريانين في الصايدين ديل جنب تفاحات آدم دي منهم عكس، ده المكان الصحيح الممكن نقيس منه النبض. ومقيس في ناس كثيرين بيقوسوا باليد دي باللبهم، وطبعا المقياس باللبهم ده غلط شديد، لأنه بطبيعة اللبهم ده ذاته هو في حد ذاته بينبض لأنه كمية من الأوعية الدموية فيه. الحقيقة الطريقة الصحيحة للمقياس بالثلاثة أصابع ديل. نقوم نقيس هنا، أي زول ممكن هنا هسه حاليا يحط يده في رقبته حيلقى مكان الشريانين ديل بالصايد الأيمن أو بالصايد اليسار عن طريق ثلاثة الأصابع دي. لقينا ما في نبض، ما في تنفس طوالي، حننتقل لأهم مرحلة. في طوالي ننتقل للسي بي آر أو الإنعاش القلبي. أيوب ممكن ترزق لي. السي بي آر هي إنعاش القلب والرئتين. زول نبضه ماف. أوكي. في حالة بتاعت نبضه ماف دبل كتير قدامه 4 دقائق وممكن يموت. في الطريقة هي إنعاش القلب يدويا، وفي طريقة في المستشفى طبعا في عن طريق الأجهزة الكهربائية وكده. الإنعاش السي بي آر اللي إنعاش باليد ده حاليا لا مشكلة. هنا المنطقة بتاعت الغص، في ناس كثيرين طبعا بيفتكروا القلب تحت الضلوع، وطبعا ده غلط كبير. دائما القلب هو تحت الغص، الغص ده بين العظمة بين شنو؟ شوف في حاجة مولعة تحت يا ولد. الغص ده هو بين الضلوع، المنطقة بتاعت اسمه شنو؟ بتاعت القلب، القلب تحت منه طوالي. مجرد نيجي نحط يدينا هنا، يدينا تقوم بالصورة دي تمام، واليد الثانية بالصورة دي تكون فيها فوق ليها كده تمام. نخدها قصاد وين اسمه شنو عظمة الغص دي، هنضغط عليها 30 ضغطة. بعد 30 ضغطة نديه نفس مرتين اللي هو عن طريق شنو حشمك، لأن انت اوريدي ال 30 ضغطة دي الدم حيكون دخل للجسم كله وللرئتين، حيكون محتاج لأكسجين. الأكسجين بيجي عن طريق نفسك انت. تقوم في اسم شنو لما تيجي تدوى النفسين تكفير النخرة هنا، انت بتكون رافع طبعا الجبهة والدقن لفوق كده، الجبهة لتحت والدقن لفوق. لما نعمل 30 ضغطة نيجي نكفل الأنف بتاع الزول وخشمه مفتوح ونديه نفسين وتاني 30 ضغطة. الحكاية دي ناس حيقولها حتستمر لحد التاني، لحد ما يجيك الإزعاف، لحد ما شنو الزول يستجيب لك. لو ما استجاب لك ما تتخلّى. طيب بس لو كان في الموقف ده أمك أو أخوك أو أبوك حد يجيك من الضغطات، ما حد يجيك من الضغطات، عشان كده تقوم تضغط لام يجيك المزعف أو تحس بحركة من الزول، حتى بعد ذاك ممكن تخليها. صفقة لأيوب يا أخوانا. أيوة. الزول أدانا استجابة. أيوب لسه فضل لك حاجة. الزول أداك استجابة لكن أكيد ما حيكون واعي. في وضعية بتاعت وضعية الاستلغاء عشان الزول لسانه ما يبلغ، لأنه برضه أغلب الإصابات وأغلب الوفيات بتيجي عن طريق بلع اللسان. شايف طبعا في اللاعبين بتاعين الكورة. بلع اللسان هي الفقدة. تقوم أيوب اللي تربط بلع اللسان الطريقة دي بالرجلين، حاطين الهيد بتاعه الراس بتاعه بالرجلين. أوكي. هنا في نهاية الفكين طبعا الراس لفوق زي ما بيقولنا، الراس لفوق
وديك الراس اللي تحت وديك اللي فوق. بنقوم بنعمل هنا في الفكين رفع الحالة دي. رفعناها نكون الحالة دي هتستمر لحد التين. طبعا لو مجرد فكينا وفي الحالة بتاعت دلع اللسان اكيد طوالي هي عصبة بترتقي. في الحالة دي هنكون ماسكين ايام معانا سولج يساعدنا لحد ما تصلنا شو المساعدة. لأن هناك في حاجات معينة بتتعامل لما تيجي الإسعاف وكده في الحالة دي تتدرس. لكن برضو في الحالة دي ما تتخلى عن النساب تماما. لازم تكون ماسك كويس. ماسك هنا حتة شنو الزغن دي. الحنك يعني للسوداني كده. المنطقة دي. اوكي الزول استفاق لينا. وبقى تمام. برضو مهدد انه لسانه يتبدأ. هي لسه فيها اكل حاجة برامة. عليز عزمناها كده. السؤال بقى لنا ويكم بقى انتبه يعني التنفس بتاعه رجع عليه وطبيعي وحاجة زي دي عيون عشان ما يصل برضو حالة بلع اللسان دي تكون مستمرة معه ودي طبعا لا يمصاب يسمى وضعية الاستلغاء النفاق مش الاستلغاء بتجيب يده دي يده دي استرين والرجل الثانية برضو يسترين كده اليد الثانية دي هنا في الرقبة تخط له بين الشولدرز هنا في الكتف بتاعه تخط له الصورة دي هنا الركبة بتخط له كده في النهاية بتقلبه على الصايد هي دي طريقة الاستلغاء حتى لو ما ادى حاجات في النهاية لما تنفس كويس وحاجاته دي بعد مرور وقت اكيد دي الوضعيه دائما بنمرق بها بس بعد العمليه دي الوضعيه بتاعت اللي فات اللي كنت فيها يا زول شكرا لكم بكره هنديكم عن النبات القلبيه ونبات السكر وقت باقي الحاجات ايوه لا ان شاء الله ما هو الكورس عشان كل يوم الزول يستفيد يعني اول يوم الليله في ناس المعلومات الطبيه دي هتكون كثيره عليه ما حيقدر يستوعبها لكن كل يوم بندي عن حاجه معينه عشان الناس تستفيد وتقدر تكون مركزه عليها شيء سقطت يا دكتور ولا ما سقطت سقطت ها لسه ما سقطت ايوه عاملين روح حته السكر دي يا جماعه يعني ركزوا عليها لا لا اكيد ان شاء الله لانه هسه حاليا انت لا هي مش برا هي حنتكلم عن قومة السكري وعن الضغط وعن الذبحات الصدرية مع كل يوم نحن بحضرتنا دي حتكون عندنا تلك ساعة ونص ساعة بنوري فيها الناس دي ان شاء الله انت يوميا بتيجي هنا من الساعة 8 انا صعبين الاجلام طوال صعبينها ان شاء الله وتسقط تالي يا اخواننا وهم حاجة يا اخواننا المعلومات المغلوطة اللي بتسمعوها انه الاعتصام حيتفقد القوة مستحيل انه يحصل يا اخواننا وخليكم مطمئنين واعتصامنا ده هو القوة الوحيدة اللي بتخلينا انه تحقق لنا مطالبنا نحن اللي عايزينها ما تتخلوا عن اعتصامكم تماما واهم شيء صابينها وحتى لو زادت الحكومة سلمت للمدنية برضو صابينها ودائمين دورية دوراتنا دي هتستمر ان شاء الله لمدة 10 سنين لقدام وكل يوم نعلمهم والناس تتعلم ما شرط لانه ممكن الحادث يحصل لاي زول وفي اي وقت وبالصورة دي ممكن الزول اللي قدام ناس حاليا ممكن نلقى له حادث ونغز له حياة بني آدم وفي المقولة بيقول ربنا تعالى كأنما من أحيا نفسي كأنما أحيا الناس جميعا دي أهم حاجة يا أخواننا وزي ما قلت لكم أهم شيء لقيتوا حاجة ما تتجاهلوها احتمال أنت الإنسان الوحيد اللي تشوف الحادث ده حياة الإنسان ده مرهونة بيك وزي ما قلت لك قبلك في حالات بتكون الفاصل بين وبين الحياة دي مدتها 3 دقائق و4 دقائق انت اللي بتكون سبب في حياتك شكرا لكم يا محمد دقيقة بس صغيره اي بالذات اليوم الناس بتكون سكرانين ولا يا اخواننا في حاجة مهمة شديدة الساعة الدكتورة دي وردني لها برضو يا اخواننا الزول السكران ده اللي بيكون في حالة بعض مرات الكحول دي بتأثر عليه شديد برضو يا اخواننا ما تتجاهل في ناس كثيرين بيقولوا يا اخي ده ما سكران واقف في الوطن فوت وخليه لا ما تتخلى عنه برضو شوف بالحاجة اللي تعلمتها البسيطة دي شوفها لكن أكد تماما المعلومات اللي انت عارفها دي كويس رسخت لك طبقها ناسي حاجة ما تحاول تقرنها لأنه ممكن تأدي بحياة الإنسان انت تكون دار تزعفه وانت بتكون السبب في موته برضو
لازم تكون متأكد من الحاجة دي يا أخواني. وشكرا لكم كثير وشكرا لوجودكم يا أخواني. صابنا شكرا جزيلا صابنا شكرا جزيلا للجيش الابيض الاطباء دي يا اخوانا والله السبب الرئيسي في نجاح الثوره دي الناس دي كانت العيادات الميدانيه في كل المواكب جد والله العظيم يعني احنا نقول ممنونين لهم جدا جدا الله يديهم العافيه كل يوم الساعه 8 ل 8 ونص حيكون هنا ده الكورس على الاسعافات الاوليه على منبر مبادره الباحثين السودانيين احنا برضو ان شاء الله أسي بعد شوية حيكون عندنا متحدث من جمعية الباحثين السودانيين في التاريخ القديم هيجي باحث يتكلم عن اللغة السودانية اللغة الهيروغليفية القديمة أسي بعد شوية على منبر مبادرة الباحثين السودانيين وزي ما بنذكر يا أخوانا إحنا حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب فالحد ما يجي متحدثنا الجاي الناس يا اخوانا تاخذ لها جمه شويه كده وتحاول تستوعب المعلومات اللي ادوها لها في اول يوم من دوره الاسعافات الاوليه بقياده الاطباء الميدانيين هنا ده شكرا جزيلا لكم يا حلوين والشعبيه